أسبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا. سوسيولوجيا العنف والإرهاب، هل ينقذ مؤتمر أستنا طبعا بعد نهايته روسيا من المستنقع، نظرية ترامب ومحاربة الإرهاب؟ خلونا نسمع سؤالة الصحف لها اليوم. طبعا بمقالنا الأول، هو مقال الكاتب مصطفى الفقي بصحيفة الحياة بعنوان سوسيولوجيا العنف والإرهاب. معروف أن السوسيولوجيا هي العلم اللي بيدرس المجتمعات وتطوره وقوانينه اللي بتحكمه والمتغيرات اللي بتطرأ عليه مع من حيث الزمان أو من حيث أحيانا التجارب اللي بتكون أحيانا نقلة نوعية من بالمجتمع من خلال فرض قوانين جديدة أو خلق قوانين جديدة تتناسب والمرحلة. بيقول الكاتب، أصدرت دار الساقي في بيروت كتابا له أهمية خاصة من حيث مؤلفه والتوقيت الذي صدر فيه والأسلوب الذي عالج به القضايا التي يطرحها. فالمؤلف إبراهيم الحيدري هو عالم اجتماع وكاتب عراقي، اختار لكتابه عنوانا مثيرا هو الذي جعلناه عنوانا لهذا المقال، ثم استكمله بعنوان فرعي قال فيه: لماذا يفجر الإرهابي نفسه وهو منتشن فرح؟ هذا السؤال كان الشعرة التي قسمت ظهر البعير. يعني ممكن بعض الأشخاص لما بيروحوا بفجروا حالهم بيكونوا حزينين أو مثل ما بيقولوا مقدم خلص على نهاية أمد من العمر فيه ذكريات وفيه خلينا نقول أناس بيحبون أو بيحبوه بغض النظر كيف كانت عقليته، لكن سينهي حياته بترابطه مع المجتمع وبترابطه المجتمع به. كيف بيفجروا نفسهم وهن منتشين؟ يعني هذا الشيء اللي عم يقوله الكاتب بمقدمة الكتاب قائلا: فجر الهجوم أو فجر الهجوم المرعب على مبنى مركز تجارة العالمي في 11 من أيلول عام 2001 سجالا واسعا في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة حول إشكالية العنف والإرهاب الذي أصبحت عليه في غاية الأهمية لارتباطات متعددة وتطبيقاتها العملية وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية. عفوا، طبعا صوت عم بيروح كل شوي، لكن بيقول الكاتب لكونها ظاهرة عالمية ومحلية في آن واحد موجودة في الشرق كما في الغرب وفي جميع الدول والمجتمعات سواء كانت دينية أو علمانية، وقد تطورت هذه الظاهرة الخطيرة إلى ممارسة يومية تعبر عن عنف وقسوة وتدمير الإنسان والمجتمع والحضارة، وخصوصا حين تتحول إلى أيديولوجية تكفيرية. يقع الكاتب في 5 فصول يستعرض فيها المؤلف تاريخ الأفكار المتصلة بالنزعة التدميرية للعنف، يمضي لمناقشة ثقافة العنف ذاته متعرضا لتاريخ الحركات الأصولية اليهودية والمسيحية والإسلامية، ثم يستعرض أسباب التوسع السريع للتنظيمات الإرهابية. يتساءل أيضا: هل يعيش الإرهابي على حدود حضارتين متعارضتين كما يناقش في أحد فصول كتابه؟ وفي بحث متميز موضوع ثقافة التسامح ويشير المؤلف إلى حقيقة مؤداها أن الإرهابيين يستندون إلى منظومة فكرية وثقافية تسوغ أعمال العنف وتحاول تبريره وإعطاء شرعية وتستعين بشعارات، وهي فعلا تستعين بشعارات، تستعين بمنظومات فكرية، مقولات تخاطب ليس العقل ولكن تخاطب الغرائز وتدغدغ العواطف، لكن ليست العواطف المستحدثة. طبعا فينا نقول أنه العواطف اللي هذا كان الموضوع مثار جدل دائما بين علماء النفس، بأنه العواطف هل تبقى هل تكون غريزية
وتنشأ منذ الطفولة أو بثلاث سنوات الأولى أو بتسع سنوات الأولى، أم أنها تتغير بتغير الأحداث، أم أنها تتطور مع تطور الشخصية أو مع تطور الأفكار، لأنه كل فكرة بتعطينا عاطفة شكل. فهل يعيش الإرهابي الآن على حدود حضارتين متعارضتين؟ الآن هناك عواطف بدائية تنميها بعض المقولات وتنميها بعض الخطب التي تستهدف هذه الأعمال وتسوغها أيضا وتحاول تبريرها وإعطاء شرعية لها، لكن إعمال العقل منفي تماما، إعمال العقل سيكون منفي تماما، لهذا يصبح العنف وطريق الطبيعي الذي يقود الإرهاب، وأيضا هو الذي يقوده إلى هذه الإمكانية بدون أي مرونة في إمكانية التسامح والتفاهم والتحاور في التعامل مع الأمور. طبعا لم يستطع إيجاد أي حل آخر لكل قضية تسيطر عليه، لكن يكون حله لها قسريا حتى لو اقتضى ذلك تدميرا للذات وإنهاء أو إنهائها. ويرى الحيدري أن الأسباب أو أسباب سياسة داخلية والخارجية تقف في أغلب الأحيان وراء أكثر الأعمال العنف أو أعمال العنف والإرهاب، خصوصا في الدول الاستبدادية الشمولية، وذلك بسبب الفقر والجهل وعدم المساواة وغياب التفاهم والحوار الديمقراطي وعدم مشاركة جميع الطبقات والفئات الاجتماعية في الحكم، وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث والحروب والصراعات الطبقية حتى. لكن هناك صراعات طبقية، هناك جهل، هناك فقر، هناك عدم مساواة، لكن ما هي المبررات أو ما هي الجمل التي تقال لنكون قريبين، ما هي الجمل التي تقال لهذا الشخص قبل أن يفجر نفسه؟ من المعروف أن هناك إعداد نفسي أيضا قبل الإعداد العسكري أو الإعداد البدني، هناك إعداد نفسي لتقبل أول شيء تقبل الفكرة، يعني دائما البذرة هي الأساس يعني، لكن أول شيء يجب أن نجد البيئة، هم يجدون بيئة حاضنة لهذه البذار، بذار الإرهاب، ليزرعوها في رؤوس هؤلاء الأشخاص حتى يفجروا أنفسهم أو يفعلوا أو خلينا نقول يتسببوا في كوارث كبيرة. أحد أهم مشاكل السوسيولوجيا الرئيسية هو معرفة سياق التثقيف، التثقيف على نمو الفرد وتطور شخصيته وميوله التعاونية والعدوانية وطبيعة التنشئة الاجتماعية والتربوية. ويعرج طبعا المؤلف هون ليعتبر أنه العنف هو استجابة، البعض بيقول طبعا هذا موضع اختلاف، كمان منقول مستمعينا بأنه العنف هل هو استجابة مكتسبة أو مكتسبة من البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية، خصوصا في المجتمعات التي تسود فيها النزعة الأبوية البطريركية وتقوى العصبيات أو تقوي العصبيات القبلية والإثنية والطائفية وبتنعدم فيها الحريات واحترام الرأي الآخر. ويضيف الكاتب أنه هناك حقيقة جديرة بالملاحظة، هي أنه التاريخ الإنساني مملوء بأشكال العنف وأنواع الصراعات والنزاعات والحروب، ما زال طبعا العنف حتى اليوم يتخذ جوهرا أو وجوها وأشكالا وأساليب ووسائل دفاع وهجوم مختلفة ومتنوعة، وأغلب وسائله وأدواته غير مشروعة، عفوا غير مشروعة أو لا أخلاقية. يشير المؤلف إلى طبيعة العنف ضد المرأة تحديدا لأنه دوافعه تنطلق من بواعث الصراع المستمر بين الوظيفتين الذكورية والأنوثية، يعني هناك أيضا غرائز وهناك طبيعة هرمونية ربما تحكم هذا الشيء. عندما يذكر بأنه بنشأة الحركات الإسلامية الأصولية ويستعرض تاريخ الإخوان المسلمين في مصر، ثم يشير إلى همجيات أو جهيمان العتيبي عندما هجم المسجد الحرام بمكة المكرمة مع 400 من المتطرفين، وكذا كان ذلك تاليا لاحتلال السفارة الأمريكية من قبل الثوار الإيرانيين، وسابقا على قيام تنظيم القاعدة الإرهابي والظواهر المرتبطة به، لأنه هو التنظيم الذي فرخ فيما بعد تنظيم داعش الإرهابي. أيضا ينتقل المؤلف بعد العرض التاريخي الموثق إلى إثبات العلاقة بين ظاهرة الإرهاب وصدمة الحداثة. يقول هنا: كانت حملة نابليون على مصر عام 1798 صدمة حضارية للعرب والمسلمين الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الغرب المتقدم علميا وتكنولوجيا، ويملك أسباب وأدوات الحضارة المدنية والمعرفة ويهيمن عليها. وقد هزت هذه الصدمة الشرق العريق باعتباره مهبط الأديان. ثانيا، هناك تحسين منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية وتجذيبها.
من الخرافة، يعني تنظيفها بشكل أصح وبشكل أعم، تنظيفها من الخرافة والشر والقدر الأعمى والتعصب والعدوانية، لأن القيم الاجتماعية والأخلاقية هي محركات، أو دائما ما كانت محركات للسلوك الاجتماعي وتوجيهه، أو توجيه التعاون والتسامح وعمل الخير نحو التنازع والعنف والإرهاب. ثالثا، هناك تقنية أخرى نسميها تقنية الحواضن الفعلية، تقنية الحاضنة أو تقنية البيئة اللي بتنمو فيها أقوى أو قوى العنف والإرهاب الفاعلة مع إدانة الإرهاب والإرهابيين ومحاولة الدافعين إلى العنف والمحرضين عليه في المنطقة كاملة. طبعا رابعا، هناك إشاعة ثقافة العفو والتسامح بدلا من ثقافة العنف والكراهية والعدوان عن طريق إصلاح منظومة مؤسسات الدولة. يعني هناك فكر داعشي، وهناك أيضا منظومات داعشية، وهناك مؤسسات داعشية، وهناك أيضا تصرفات داعشية. أصبح داعش فكر أكثر منه شخصيات أو تنظيم. يعني هناك تشجيع من قبل مؤسسات المجتمع المدني الآن المتحررة من أيديولوجية السلطة للقيام بواجباتها في مراقبة الدولة وفي مراقبة هيئاتها أيضا. بذلك طبعا نضمن أن تكون هناك لدينا نوع من التنظيمات اللي بيسموها التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى للمرأة، وأيضا محاسبتها وأيضا توجيهها أو توجيهها نحو خدمة المجتمع. هنا أيضا مثار الجدل الآخر، فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن الدولة والسياسة، يعني عدم إخضاع الفعاليات سواء كانت منها سياسية أو اقتصادية أو ثقافية باحتكار لأي سلطة دينية تدعي أنها تملك الحقيقة المطلقة، كما يعني أن يكون التشريع وفقا للدستور باعتباره طبعا قانون وضعي. ويختتم المؤلف كتابه العميق بتكرار أنه الثقافة نقيض الإرهاب وأنه الفكر نقيض العنف. طبعا كتاب إبراهيم الحيدري ينصف الحداثة بقضائه على الخرافة ويبشر بأضواء التنوير والدخول في عصر يتحكم فيه أو يحتكم فيه الجميع إلى الكلمة العادلة والرأي الرشيد، لأنه الغوص في أعماق الإرهاب كظاهرة والعنف كمقدمة له يؤكد في مجمله أنه أداء لعين ابتليت به الإنسانية بغض النظر عن الديانات والثقافات. الإرهاب الكئيب يطل بوجهه القبيح على المجتمعات الهادئة والبشر العقلاء الذين يرفضون العنف وينبذون الكراهية طبعا، ويؤمنون بقيمة الإنسان ويرون في حياته دعما وتأييدا وتفاخرا للبشر قبل الحجر وللعباد قبل البلاد. فالحرية هي أثمن ما يملك الإنسان، ولا ينبغي طبعا أنه يبددها أو يبددها في مصارف العنف والكراهية من دون وعي بأهمية بناء مستقبله أو مستقبل المشترك للإنسانية جمعاء أو كلها. فاصل ونعود. طبعا مقالنا الثاني بحلقة اليوم هو مقال الكاتب علي الأمين بصحيفة العرب اللندنية، مقال بعنوان نظرية ترامب محاربة الإرهاب بتأييد الاستبداد. بيقول الكاتب هون: ربما ليس جديدا في السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي والإسلامي أنهما أو انهماكهما في العقود الأخيرة بمحاربة التطرف الإسلامي ومنظماته المسمات إرهابية في العالم، لكن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وخلال حفل تنصيبه ركز على هذه الاستراتيجية التي حدد فيها هدف القضاء على التطرف الذي تمثله منظمات إسلامية وتعهد بالقضاء عليها وإنهائها. طبعا هذه التعهدات ليست جديدة إذا طرحت من قبل رؤساء سبقوه وكل عبر في البيت الأبيض على طريقته في سبيل تحقيق هذا الهدف. دونالد ترامب لا يعنيه، يعني لا يحمل مشروع أسلافه، هو على طريقة الكاوبوي أو على طريقة رعاة البقر، يعتقد أنه هناك إرهاب يجب القضاء عليه بالقوة، لذا لم يعنه مثلا ولو في الشكل أنه النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة بشار الأسد هو أحد أبرز أسباب نشوء هذه الظواهر المتطرفة أو المتطرفة. طبعا قال: ليست لدي مشكلة مع الأسد قبل حفل تنصيبه، وهو نفسه الذي توعد بأن ينقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ودعا دول الخليج العربي إلى أن تتولى تمويل عودة اللاجئين السوريين في أوروبا إلى مناطق آمنة في شمال سوريا وتوفير الدعم المادي لإقامتهم. هو نفسه من قال أنه سيلغي الاتفاق النووي المتعلق بالطاقة النووية السلمية في إيران
يعني احيانا بتحس انه زلمة ما اجى مشان يصلح او يعمل شيء، عنده بالسنة الاولى بده يعمل شيء، ان يهدم كل ما فعله اوباما، في السنة التالية يريد ان يخلق حروبا جديدة ويخلق اشياء جديدة. الارهاب من المعروف بالمنطقة الان هو الملف الساخن على طاولة ترامب، يعني الغموض الذي طبعا يحيط بما يمكن أن يقوم به الرئيس الجديد في العراق أو في سوريا وغيرهما، هو ما يجعل أطراف النزاع الإقليمي في سوريا في حالة ترقب للخطوات الأمريكية سياسيا وعسكريا. التقارب الروسي التركي لم يتم في سياق استفزازي للسياسة الأمريكية، لم يكن بتنسيق ضمني مع الإدارة السابقة. الإصرار الروسي على دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر أستانا مرفقا برفضها أو برفضها الاعتراض الإيراني الخجول على أي مشاركة لواشنطن في المؤتمر يؤكد أن روسيا لا تريد أن تبتعد عن واشنطن وعن الرئيس الجديد تحديدا في مقاربة أي تسوية في سوريا. روسيا التي التقطت عنوان الحرب على الإرهاب تبدو بطبيعة نظام الحكم فيها أقرب إلى النظرية التي يبشر بها ترامب بالفصل بين الديمقراطية وبين شيء يسمونه اقتلاع الإرهاب أو يسموه طبعا على أنه ملامح هذه المؤسسات الأمريكية الآن اللي معلنة في مقاربتها للقضاء على الإرهاب لدى بعض الفئات لا يمكن أن تبشر بالقضاء على الإرهاب، بل ستفتح أفاق جديدة لهذه المنظمات. طبعا ستغرق من الينابيع الصافية للتهميش والاستبداد والتمييز بين إرهاب الدول وإرهاب المنظمات. يعني لا، يجب أن نميز، هناك ظواهر عدة تظهر الآن، هي داعش، إرهاب الدول، وأيضا لدينا الظاهرة الثالثة الآن التي تظهر على السطح وهي الظاهرة الترامبية. يعني الشهية الترامبية الآن لها نقاط ضعف في الاجتماع العربي الإسلامي وفي البنى الوطنية والقومية. الأمر سيبدو أكثر بؤسا في بلادنا مما هو عليه الحال اليوم. يعني الخليج ينتظر من ترامب كبح جماح إيران، وروسيا تنتظر من ترامب أن يعطيها اتفاقيات أكثر ودور أكثر في الإقليم أو دور إقليمي أكبر مما هي عليه الآن. هذا النمط من الموت المفروض على الناس الآمنين كرها لا يخرج عن كونه نتاج ثقافة وأسلوب تفكير يصل إلى حيث انطلق أصلا، أي إلى التفكير أو إلى التكفير عفوا، ضمن دائرة عبثية محورها الاعتقاد الوهم بامتلاك صاحبه الحقيقة الكاملة، تلك التي تؤدي به إلى اليأس حين يرى كيف يمتنع الآخرون عن تبنيها والأخذ بنتائجها، لا بل يرفضونها، ورغم أنه على اقتناع بصوابية راية أو رأيه الإلهي الذي لا تلامسه شبهة الخطأ، لأن من أمامه ولا لا من أمامه ولا من خلفه. لذا يوفر هذا الاعتقاد المرضي لدى البعض قطع المسافة بيسر نحو قرار قتل المختلف من دون أي شعور بالذنب، بل على العكس يكون القاتل مفعما بمشاعر منسميها مشاعر الرضا الذاتي أو مشاعر النشوة عندما بينتشي لما بيرتكب جريمة. مع سقوط الأوهام حاليا الإقليمية الكبرى اللي طبعا لا تقوم إلا على شرط إضعاف المجتمعات، ومع الإدراك الوطني العام المتنامي بعبثية الخروج على منطق المجتمع وشروطه، هناك حاجة إلى تلمس للتضامن، أو هناك حاجة تريد أن تلتمس تضامن وطني بلا استقواء أو غلبة، بل المساواة في الحقوق والواجبات كجماعات ومواطنين، ثم حاجة إلى قوة التواضع لمواجهة استكبار المنهج التكفيري والسلوك الإرهابي اللذين يهددان أبسط شروط الحياة الطبيعية في بلادنا، بدلا من الحل الأمني الذي يفكر طبعا فيه كثيرون. الحل بالتفاهم ليس بالاستقواء، أكثر وأكثر بالتصالح وليس بالقمع مجددا. كما أن الإرهاب التكفيري يستند إلى شيطنة المختلف مذهبيا أو دينيا، ثم حاجة عربية وإسلامية لخفض منسوب شيطنة المختلف سياسيا بالاقتناع بالحقيقة الوطنية الموزعة بين المواطنين بلا تكفير ولا تخوين. فيا ترى، هنا سؤال مهم جدا، هل نجمعها هذه المصادر قبل أن يقضي التكفير علينا والإرهاب علينا، وقبل أن يقضي في دواخلنا على ما تبقى من حياة فينا؟ فاصل ونعود. We'll be right back.
طبعا بمقالنا الثالث هو مقال الكاتب الدكتور شمسان بن عبد الله المناعي، مقال بصحيفة الشرق الأوسط بعنوان هل ينقذ مؤتمر أستنا روسيا من المستنقع السوري. طبعا المؤتمر اليوم البيان المشترك لانتهاء المحادثات في أستنا كان لنا طبعا صرحنا عنه بنشرة الأخبار السابقة. طبعا بيقول الكاتب تعددت وجهات النظر حول تفسير تغير الموقف الروسي بعد معركة حلب في سوريا بعد أن تم عقد اجتماع ثلاثي في تركيا ضم كل من روسيا وتركيا وإيران، وفيه أعلنت روسيا ضرورة عقد هدنة بوقف الأعمال القتالية أو العسكرية في كافة الأراضي السورية. كان واضحا أن روسيا بعد معركة حلب أصبحت في سباق مع الزمن، وذلك طبعا ليس إلا لوقف ليس فقط إنما لوقف العمليات العسكرية ولإخراجها من المستنقع، خاصة أيضا خلال الانتخابات الأمريكية، وأنها تعد لإيجاد حل لحفظ ماء الوجه، لأنها تدرك أن انفلات الوضع في سوريا يشكل خطر كبيرا على أمنها، ولذا تدخلت بقوة عسكرية في سوريا وبالتعاون مع إيران ونظام الأسد والميليشيات التي جاءت من دول متعددة. كان أهداف روسيا هو استغلال الأوضاع الدولية، خاصة انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات. وجاءت في تصريح لنائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة طبعا وجيه جمعة لوكالة جي بي سي نيوز أن روسيا لم تستخدم القوى العسكرية من أجل النظام بل من أجل مصالحها. ترغب روسيا حاليا أن تفرض تفوقا سياسيا من خلال التفوق العسكري طبعا، وفي نفس الوقت تعرف عن نفسها على أنها قوى عظمى في مواجهة دونالد ترامب. طبعا ما أن انتهت معركة حلب التي حققت فيها الدول المتعاونة من استخدام هذه القوى العسكرية شبه نصر جزئي تمثل في السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب، أصبحت روسيا أكثر إصرارا على إيجاد حل سياسي في سوريا. وطبعا توجت كل هذه الأسباب التي تقف وراء هرولة روسيا للخروج من الموقف والقبول بالحل السياسي بسبب مهم، وهو ما جاء في تقرير نشره معهد ستراتفور الأمريكي. جاء فيه أنه حتى عندما كانت القوات الموالية لروسيا قد انتصرت في معركة حلب خلال ديسمبر عام 2016، لكنها بالمقابل خسرت مدينة تدمر لصالح داعش، لذا فإن مخططي الدفاع الروسي يدركون أن الحل العسكري سيكون من المرجح أن يتطلب سنوات من التدخل الإضافي، ولكن مزيدا من سنوات التدخل في سوريا سيؤدي إلى تراجع التصور الحالي للفعالية العسكرية الروسية، ويمكن أن يورط موسكو في مستنقع الشرق الأوسط، ولا يختلف وضعها عن الولايات المتحدة في العراق. لذا تبحث روسيا اليوم عن مخرج. من جانبها طبعا تركيا أكدت بأنه لديها رغبة في عقد هذا المؤتمر بسبب أنها تهدف إلى إيجاد حل حتى لا تستغل الميليشيات المتشددة كداعش الموقف، ويشكل ذلك خطر واهي وكبير عليها. طبعا تلقت روسيا الكثير من الدروس منذ تدخلها وعدوانها العسكري على سوريا، حيث أصبح واضحا أنها رغم أنها عملت على الإبقاء على بشار الأسد في السلطة بأنها تخوض حرب عصابات تذكرها بحربها في أفغانستان التي بسببها تفككت الدولة العظمى وهي اتحاد الجمهوريات السوفيتية. لقد طبعا تأكد لها بعد معركة حلب أنها ليست في مواجهة معارضة كما يقال، وإنما هي في مواجهة ثورة بكل معنى الكلمة. طبعا مستمعينا لهم كن وصلنا لنهاية حلقة أسبرين، كنا معكم بالهندسة الإذاعية سلام المساعدة، وكنا معكم بالإعداد والتقديم أيضا هادي أحمد. إلى اللقاء. أنا ما قلت لكم مليون مرة اقروا ما تحلقوا، نحنا ما دخلنا لكسكوت. راديو أورينت بترد الروح.